قتل 4 مسلحين في عملية نفذها الجيش التونسي اليوم في جبل السمامة بمحافظة القصرين غربي البلاد. قال مصدر أمني تونسي إن عددا من المسلحين تم القبض عليهم خلال العملية، كما تم اكتشاف مخيمات للمسلحين داخل الجبل. وكانت المنطقة قد شهدت تحليقا مكثفا للطيران وتحركات لآليات وشاحنات عسكرية نحو الجبال بشكل لافت منذ صباح اليوم.